تعتبره إسرائيل وسيلة لتأجيج الخوف والانتقام، بينما تراه حماس نجاحاً مؤقتاً من دون آثار دائمة. القتل المستهدف سلاح إسرائيل للقضاء على قيادات حماس. إسرائيل التي أعلنت خلال الساعات الماضية مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي ورئيس حركة حماس في غزة بعد أكثر من عام من الملاحقة في أنفاقها. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح. هو واحد من عشرات قيادات حماس الذين اغتالتهم إسرائيل. منذ تأسيس حركة حماس عام 1987 على يد رجل الدين الفلسطيني الراحل أحمد ياسين، نفذت إسرائيل عشرات عمليات الاغتيال التي طالت الكوادر في الفصائل الفلسطينية، لكنها توقفت مؤقتاً خلال مفاوضات سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ورغم فشل محاولات اغتيال بعض قادة حماس ومنهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عام 1997، فإن إسرائيل نجحت في اغتيال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين عام 2004 بعدما اعتقلته مرات عدة، كان أخيرها عام 1989، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة و15 عاماً قبل أن يخرج في صفقة التبادل التي أبرمت بين الأردن وإسرائيل عقب محاولة اغتيال مشعل. إسرائيل تمكنت من اغتيال قادة كثر في حماس طوال السنوات الأخيرة، من بينهم صلاح شحادة عام 2002 وإبراهيم مقدمة عام 2003 وبعده بعام عبد العزيز الرنتيسي وسعيد صيام ونزار ريان عام 2009 وآخرون. لكن عام 2024 وفي ظل حرب هي الأطول على قطاع غزة، تمكنت إسرائيل من اغتيال قيادات عدة في حماس سواء على المستوى السياسي أو العسكري، ومن بينهم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مبنى يضم مكتبا لحماس في لبنان في 2 يناير الماضي. كذلك مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام الذي استهدفته إسرائيل في غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مارس الماضي، ومحاولة اغتيال محمد الضيف في يوليو الماضي قبل أن تتمكن من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية شهر يوليو في غارة على مقر إقامته في طهران أثناء مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.